السلام عليكم. يؤكد المؤرخون أن محافظة ذي قار شهدت أول ثورة إصلاحية في تاريخ البشرية عام 2351 قبل الميلاد، وأن شعب مدينة لقش قد ثار على حكومته المستبدة ونظم في وقتها وقفات احتجاجية غاضبة للخلاص مما يتعرض له من ظلم واضطهاد. هذه الحقائق الناصعة البياض لمآثر تلك المدينة الضاربة في أعماق التاريخ والتي يتفاخر بها العراقيون والعالم، أحداثها شبيهة بما يجري الآن في العراق عامة وذي قار ومركزها الناصرية بشكل خاص، وهم الذين لم يسمحوا للنوم أن يتوسد فراشهم، وما أن شعروا أن أوضاع البلد في تدهور وبلغ السيل الزبا في انتهاك الكرامات وعدم توفير لقمة عيش تليق بأهل العراق وسيطرة الحكومات المتعاقبة والأحزاب الطائفية على مقدرات البلد وضياع العراق بفعل السياسات المضطربة والعشوائية وبناء نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية، حتى أعادوا تاريخهم المجيد لكي يؤكدوا للعالم أجمع أنهم أعادوا ثورة الأجداد، وها هم أنفسهم يثأرون لتاريخهم العريق ويؤكدون قدرتهم على مواجهة الظلم والتسلط والطغيان وحقهم في العيش الآمن الكريم بعيدا عن التبعية والذل للخارج، وهو ما يحرص عليه ثوار ذي قار هذه الأيام، وقد كانوا أكثر ساحات العراق التي يهابها من حكم العراق اليوم، وهي من أعطت لبقية ساحات المحافظات الأخرى وخاصة بغداد الزخم الجماهيري الذي يستحق، وهي من أسهمت بصمود الانتفاضة الشبابية الجماهيرية التي كان لأهل ذي قار الفضل الكبير في إيقاد شعلة الثورة من جديد، والتاريخ يعيد نفسه فما أشبه اليوم بالبارحة. الناصرية شعلة ثورة تشرين، هذا ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا تستمر الحكومة والأحزاب الطائفية وميليشياتها بقتل الشباب الثائر في ساحات التظاهر ومنها الناصرية؟ ولماذا تلجأ الأجهزة الأمنية إلى أساليب المافيات في حملات اختطاف الناشطين واستهداف المسعفين في الناصرية؟ وما مصلحة الأجهزة الأمنية وقادة الميليشيات بالوقوف ضد إرادة الثوار في إسقاط العملية السياسية والكشف عن قتلة المتظاهرين؟ ولماذا تحول شعلة التظاهرات من ساحة التحرير في بغداد إلى ساحات وشوارع الناصرية؟ وهل أن أحداث الناصرية الأخيرة يراد منها استنساخ الحرس الثوري الإيراني في العراق؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، حسين دلي. عاصمة ثورة تشرين ومركز إشعاعها وخزانها البشري الأول، لا يختلف عراقيان يسمعان هذه الصفات على أن المقصود محافظة ذي قار وقلبها مدينة الناصرية. الناصرية للناصرية، هتف باسمها جميع العراقيون وتضامنت معها كل المدن، وعلى الطرف المقابل استنفر أعداء الثورة ضدها وحشدوا لها وكادوا لمتظاهريها وناشطيها، وبغض النظر عن الظروف الاجتماعية فيها التي ساهمت في قدح شرارة الثورة، فإن لمحافظة ذي قار رمزية تاريخية ولموقعها الاستراتيجي أهمية كبرى ساهم في تشكيل التكوين الثوري الأول لثورة تشرين. وعلى مدار أكثر من عام لم تخل ساحة الحبوب من الاعتصامات التي لم تتوقف عند حد المطالبة بالإصلاح، وإنما تجاوزته إلى المطالبة بالإطاحة بالمنظومة الحاكمة ورموزها، ونادت بإنهاء الهيمنة الإيرانية، الأمر الذي يدل على إدراك أهالي ذي قار خارطة التغيير الصحيحة، وهذا ما يفسر سبب تركيز القوات الأمنية والميليشيات على متظاهريها وارتكاب عدة مجازر ضدهم، كانت مجزرة جسر الزيتون أكثرها وحشية. وفي أوج تظاهرات ثورة تشرين شكلت ساحة الحبوب رافدا ثوريا مهما لساحة التحرير في بغداد، وأسهمت في تشتيت القوى الأمنية بين بغداد وذي قار، وعندما تمكنت القوى المفرطة من فض اعتصامات ساحة التحرير أصبحت ساحة الحبوب المركز الأول لثورة تشرين، لذلك تواجه الآن حملة حكومية شعواء للانقضاض على ثوارها. حقد الميليشيات والقوات الأمنية على متظاهري ذي قار راجع أيضا إلى قيام الثوار في المحافظة بحرق مقار الميليشيات ومحاصرة مقار الأحزاب السياسية،
حاولت الحكومة بشتى الطرق استمالة الثوار ذي قار عن طريق الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى، لكن هذه الطرق لم تفلح في إخماد الثورة، بل على العكس تماما، كلما واجهت ذي قار قمعا أمنيا خرجت التظاهرات في المحافظات الأخرى نصرة لها، لتصبح هذه المحافظة الصامدة رمزا عراقيا عظيما في معركة الشعب مع المنظومة الفاسدة. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش في هذا الأسبوع من برنامج طاولة حوار الناصرية شعلة ثورة تشرين. نرحب بضيوفنا عبر سكايب الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. دكتور مرحبا بكم. حياكم الله، أهلا وسهلا. وأيضا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور مرحبا بكم. حياكم الله أخي الكريم. يا مرحبا. والأستاذ حسين دلي الصحفي والإعلامي. أستاذ حسين أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. أبدأ مع دكتور رافع. يعني لعل ما بين ما تميزت به ثورة تشرين أن كل المدن العراقية التي تبنى شبابها تلك الثورة يعني كانت تتسابق في إسناد بعضها البعض وتأمين الزخم الذي يديم الثورة بشعارات وتوجهات وأهداف واحدة. الناصرية كانت سباقة في هذا السياق فاستحقت أن تحجز مكانة متميزة في سجل تاريخ الثورة، لكن السؤال هنا ما الذي جعل الناصرية على هذا النحو حتى أنها صارت اليوم هي من تحمل شرارة الثورة من جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بداية أحييك أستاذ محمد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا بك دكتور. في مقدمتك التي أوردتها وأنت مشكور عليها ذكرت يعني تحدثت أو مريت على تاريخ ذي قار. نعم. هذه المدينة ذكرت شعب لقش وتاريخ. نعم. وهذه إطلالة يعني مطلوبة حقيقة وجميلة من حضرتك. شكرا أن تطلع على التاريخ لكي تبين يعني جذور هذه المدينة وجذور وتاريخها، وهذا جزء من مكونها الذي نراه اليوم ونتحدث عنه. نعم. يعني عندما نتحدث عن الناصرية نذكر مملكة أور ونذكر مملكة سومر ونذكر الزقورة ونذكر هذا التاريخ كله القديم، هذه الممالك التي كانت أساس بدايات العراق القديم، ومنها تكون هذا. وبالتالي العراق لا يمكن الحديث عنه إلا الحديث عن تاريخه وحضارته المغلة في القدم، وجزء من شعبه هم أهل الناصرية أهل ذي قار. نعم. هذه المدينة الحقيقة مع مرور الزمن هذا التاريخ تشربته، يعني تشرب أبنائها بهذا التاريخ. هذا التاريخ حفزهم حقيقة. هناك مدن في العالم كثيرة ومنها مدن عراقية كثيرة أيضا ممكن أن نسميها باللغة الأدبية مدن تقرأ وتكتب. مدينة الناصرية مدينة تقرأ وتكتب. نعم. من البداية فيها أعداد كبيرة من المثقفين، فيها أعداد كبيرة من الدارسين. يعني عندما تعمل استبيان أو استطلاع ل أو يعني دراسة للسكان وطبيعة توجهاتهم وطبيعة شهاداتهم وطبيعة تفكيرهم، ستجد أن الكثير منهم من أدباء العراق خرجوا من الناصرية، الكثير من شعراء العراق خرجوا من الناصرية، الكثير من المثقفين من كتاب الصحفيين كثيرين. الناصرية حقيقة كانت خزان في هذا الاتجاه. نعم. هذه الثقافة، هذا الفكر، هذا التوجه في القراءة والكتابة علمهم كثير من القدرة على رؤية الأمور أكثر وضوحا. نعم. والتمرد على الواقع السيء، وهذا ما جعل الناصرية متمردة دائما، كانوا يوصفونها بالمتمردة على الأوضاع السيئة. وأنت ذكرت عبر التاريخ أنه أول ثورة قامت فيها بالضبط. ثورة شعبية. نعم. وبالموقع الجغرافي تجد أن الناصرية قريبة من البصرة. نعم. والبصرة مدينة مهمة جدا جدا من مدن العراق، وإذا ما تحركت الناصرية فإنها بالتأكيد صدى صوتها سيصل إلى البصرة، وهذا الصدى لا يمكن أن يذهب هباء. البصرة يعني ستستجيب لهذا الصدى، وهذا ما يخيفهم الحقيقة، يخيف كل هذه السلطة، لأن الناصرية على هذا الموقع الجغرافي. نعم. وهي قريبة أيضا من ميسان وبالتالي تعود إلى الواقع تجد أنه هذه المدينة اللي بها يعني هذه الأعداد من المثقفين، هذا الوجود الثقافي، سكانها أكثر من 1.5 مليون الآن،
الغالبية العظمى منهم يعني أكثر من 90% من الفقراء مع الأسف. صحيح. هم حالهم حال الشعب العراقي عموما، لكن احنا نتحدث عن محافظة أكثر من 90% من سكانها من الفقراء. نعم. لا مصانع لا مزارع، هي مدينة زراعية، الزراعة تكاد تكون منتهية فيها، صناعة لا يوجد فيها، البطالة أكثر من 65% من شبابها عاطلين عن العمل. نعم. فرص الحياة معدومة أمامهم. هذا كل الفقر، البطالة، الفقر. نعم. عالي جدا جدا، أكد حالة من المأساوية عند الشعب. نعم دكتور. الشعب هناك في الناصرية. بالتالي نعم. كان صدى الثورة، صدى بعد 17 سنة، وخلال هذه 17 سنة أكثر من مرة ثارت الناصرية وكان هناك تظاهرات، لكن في هذه الفترة في ثورة تشرين الحقيقة. نعم. كانوا السند، كانوا الخزان لثورة تشرين الحقيقة. ووصلت إلى الحالة إذا نتذكر أنه ثوار ساحة التحرير في بغداد عندما اشتد عليهم الضغط واشتد هذا الميليشيات والتضييق عليهم قالوا أن قرارنا سيكون من ساحة الحبوبي. بالضبط. نعم. مدينة فيها مجموعة من العشائر تسندها، منطقة عشائرية هي الحقيقة هذه. طبعا العشائر سيف ذو حدين، يعني لا يمكن أن نصف هذه الحالة وكأنها حالة إيجابية. ربما تكون يعني سيف ذو حدين، العشائر ممكن أن تكون تشترى من قبل الحكومة، رؤساء بعض العشائر مع الأسف، ويكونون صوتها ويكونون صوتها الذي تضرب به على الشعب، وربما يكونون مع الشعب. الناصرية الحقيقة كثير من عشائرها وقفت مع المتظاهرين، وقفت مع أبنائها، وهذا ما عزز قوتهم وقدرتهم على، فلم تقنعهم لثقافتهم لرؤيتهم لتمسكهم بعراقهم، لم تقنعهم كل الشعارات كل القضايا، الميليشيات لم تستطع أن تضغط عليهم بشكل قوي. نعم دكتور. فكانت الناصرية دائما ما تحفز وتدفع باتجاه الثورة، وهذا ما يجعل الآن شعلة مثل ما قلت حضرتك. نعم. للثورة والاستمرار هذه الثورة. نعم. نعم. دكتور سعود إليك في وقت لاحق. دكتور ثامر أجدد الترحيب بكم. يعني كما تعرفون العملية السياسية وأيضا سلطات التنفيذية راهنت سلطات التنفيذية من حكومة ومن ميليشيات، طبعا كل هؤلاء المجموعة راهنوا على تراجع قدرة ثورة تشرين وإمكانية إنهائها بعد أكثر من عام على انبثاق ثورة تشرين، لكن هل استطاعت هذه القوى المعادية للثورة أن تكسب الرهان؟ أولا تحية لحضرتك وضيفيك الكريمين. لابد أن يكون واضحا تعامل السلطة مع الشعب بهذه العقلية وبهذا التفكير، وللأسف يعني أقصد كسب الرهان أو هناك رهان ما بين الشعب وما بين السلطة بهذا التفكير، للأسف طبعا وهذا هو الحاصل فعليا على أرض الواقع في العراق. فهذا يعني أن السلطة هي عدو للشعب وهي ليست خادمة للشعب، إنما هي تريد أن تسعى لأن تغلب هذا الشعب. نعم. كير لدى السلطة يعني أن الشعب هو خصمها الذي تريد أن تصرعه وأن توصله إلى طريق مسدود، أن تجعل الإحباط يسري في كل حتى لا يطالب بحقوقه، حتى يبقى خانع وخاضع للمتسلطين على رقابهم. أما هل فعلا تحقق للأحزاب ما تريد، لأحزاب السلطة أنهم كسبوا هذا الرهان باعتبار أنه صراع بينهم وبين الشعب، هذا هو يقول كلا. المعطيات على الأرض على مدار أكثر من سنة تراجعوا عن مطالبهم، هم ثابتون على ما بدأوا به من مطالبات، وهذا بشكل واضح بشكل جلي عندما خرج ثوار الناصرية قبل أيام في موجة تظاهرات جديدة أحرجت حكومة الكاظمي، أحرجت أحزاب السلطة جميعها، أحرجت حتى ما يعرفون بالمراجع الدينية الشيعية. ولكن أقول باختصار الشعب العراقي خرج بمظاهرات حاشدة استمرت أكثر من سنة للمطالبة بإسقاط النظام السياسي واستعادة العراق، هذه هي مطالبهم الرئيسة، لأن الناس وصلوا إلى قناعة تامة أن ما يمر به العراق من تدهور مستمر ومن أنه يسير بسرعة نحو الهاوية هو بسبب هذه الحكومات
بسبب هذه العملية السياسية، بسبب أحزاب السلطة، بسبب المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية. نعم. وما دام هذا التدهور موجود، وما دام هذا التدهور مستمر، وما دام الخدمات منعدمة، لا ماء، لا كهرباء، لا صحة، لا تعليم، لا عدالة، لا أمان. نعم. إذن الشعب هو المحق في مطالبته، والحكومة فشلت في معالجة الأوضاع، وهذا يعني أن هنا أن المظاهرات مستمرة ولن تنتهي ما دامت محركات الثورة موجودة. نعم. ما دامت الأسباب التي خرج المتظاهرون من أجلها موجودة، فإذا لا يمكن أن نقول أن الحكومة كسبت الرهان، لأن الأوضاع لم تنتهي إلى الآن. والمتوقع أن المظاهرات ستستمر وتندلع في أماكن أخرى، لأن القمع موجود، لأن البطالة متفشية، والأسباب التي ذكرتها قبل قليل. دكتور سعود، إليك في وقت لاحق إن شاء الله. أستاذ حسين دلي، أجدد الترحيب بكم. يعني لنعود قليلا إلى الوراء، حكومة عادل عبدي اتهمت ثوار تشرين، ومنهم يعني ثوار الناصرية، بأنهم يحملون أجندات خارجية، بينما حكومة الكاظمي تجاهلت اتهامات قوى العملية السياسية التي تنتمي إليها بأن الثوار فتنة، على حد تعبير على سبيل المثال الحصر زعيم ميليشيا بدر هادي العامري، وأيضا قال عنهم إنهم مجموعة من المخربين والعملاء، كما جاء على ألسن العديد من زعماء العملية السياسية وميليشياتها. هل هناك اختلاف في أهداف وتوجهات خطابات الحكومة السابقة والحكومة الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. تحية للرافدين وجمهورها والضيفين الكريمين. الحقيقة أن حكومة مصطفى الكاظمي هي تتمة وتكملة لحكومة عادل عبد المهدي، لكن القفاز مختلف. حكومة مصطفى الكاظمي قد يصفها البعض بأنها القفاز الناعم التي أخمدت الثورة أو تكاد في الناصرية وغيرها من المناطق. قد شاهدنا كيف أنها استطاعت السيطرة على ساحة التحرير بعد أن كانت عصية طيلة فترة عادل عبد المهدي، وحتى بدأت حكومة مصطفى الكاظمي لأشهر طويلة. لكن رأينا مصطفى الكاظمي يتبع نفس الأساليب، بل ربما ملتوية بصورة أكثر مما كان سابقه عادل عبد المهدي. وعنوان هذين القفازين هم عبد الغني الأسدي وقاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الأمن الوطني. نعم. الذين أرسلهما مصطفى الكاظمي إلى الناصرية، والتقى قسم من الناشطين وحشائر الناصرية عقب الفتنة الأولى التي وقعت قبل في 28 من نوفمبر الماضي، قبل تقريبا نحو شهرين. وشاهدنا بعدها كيف حاول هذان المسؤولان الحكوميان إقناع الناس بوسائل الترغيب ثم الترهيب لإجبارهم على العودة إلى بيوتهم. وشاهدنا نوعا من الفعاليات الاستعراضية والمجاملات السياسية الحزبية والعشائرية. نعم. وكيف حاول هذا المسؤولان نيابة عن مصطفى الكاظمي إقناع جزء من العشائر بكف تأييدها لساحة الحبوبي والمتظاهرين الذين يمثلون المركز الرئيسي، بل هو معقل الثورة كما يصفه كثير من المتابعين. نعم. أقول مصطفى الكاظمي وحكومته الآن بهذه الوسائل الملتوية التي لم تعمد لذات الوسائل العنفية التي اتبعتها حكومة عبد المهدي، استطاعت ربما إقناع كثير من الساحات وإقناع كثير من المتظاهرين، فئات من المتظاهرين بالوعود المعسولة على إيقاف تظاهراتهم. لكن يبدو أن المتظاهرين قد استوعبوا هذه المحاولات من حكومة مصطفى الكاظمي وأعوانه والأحزاب التي تسيطر على الناصرية، وهم الآن إذا صح التعبير في الموجة الثانية من الثورة. شاهدنا خلال الأسبوعين الماضيين كيف استطاعت الناصرية امتصاص زخم هجوم قوات مكافحة الشغب، وبالمناسبة قوات مكافحة الشغب يديرها أو المسؤول عنها يتبع التيار الصدري، بجانب محافظ الناصرية نفسه هو يتبع التيار الصدري، الذين يمثلون العقبة الرئيسية أو المصد الرئيسي أمام ثورة تشرين. وهذا سلسلة من الأفعال والممارسات والسلوكيات التي اتبعها التيار الصدري في ساحة التحرير، في النجف، في كربلاء،
والآن في الناصرية بعد البصرة يحاولون وعد هذه الثورة. نعم. والتفرد باستغلال القرار الأمني ومصادرة القرار السياسي، فهي كما نرى أن النضج الثوري والوعي السياسي الذي بلغته ساحة الحبوبة على وجه الخصوص والقائمين عليها والنشطاء المعروفين من مثال أحمد بشاح وزايد العصاد وأسعد الناصر وغيرهم. نعم. من المتصدرين من الناشطين يبدو أنهم فهموا اللعبة بشكل واضح، والتحشيد الثوري في الناصرية يبدو عصيا على محاولة التطويع من قبل حكومة الكابري والأحزاب السياسية. طيب. أعود إلى الدكتور رافع. دكتور، يعني هادي العامري يتحدث بلسان المحافظ على الدولة وهيبتها، وأيضا يتهم الثوار بالفتنة وبأنهم يدفعون العراق نحو الفوضى. ما هو شكل الفوضى التي يراها العامري وقوى العملية السياسية، والعراق كما تعرف وفقا لكل المراقبين يعيش فوضى عارمة على كل المستويات منذ 17 سنة؟ بداية أستاذ محمد، يعني قد جئت على ذكر هادي العامري. نعم. هذا الرجل قبل أيام عندما كانت ذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي هنأ الجيش العراقي بتأسيسه وبارك للجيش العراقي تاريخه. نعم. والكل يعرف هذا الرجل قاتل مع إيران ضد الجيش العراقي. يعني كثير من التناقضات والمضحكات المكيات في تاريخ العراق خلال 17 سنة هذه اللي مضت، هذه السنوات الشاذة. نعم. فيها الكثير. لذلك يعني عندما تحدث عن هادي العامري كقائد سياسي وصاحب فكر وصاحب رؤية وقرار في العراق، هذا يعني حقيقة قضية متعبة مؤذية للعراقيين كلهم. عندما يتحدث عن الفوضى، يتحدث عن المتظاهرين أنهم فتنة، هو أشار إلى أنهم فتنة باعتبارهم يعني مثل ما قال سيؤدون إلى اصطدام شيعي شيعي. لاحظ، هو بلغة طائفية يتحدث، هو لا يتحدث عن عراقيين، يتحدث عن مكونات معينة عن طوائف. نعم. ثورة تشرين اللي قام بها شباب، هم اعتبروهم، كانوا يعتبرونهم خزانهم، كانوا يعتبرونهم يعني العدد المضمون الذي يؤيدهم، وبالتالي هذا العدد المضمون، هذا الخزان اللي يعني يعتبرونه حاضنتهم، هو الذي ثار عليهم ورفض كل أساليبهم. بعد أن اكتشف أن هؤلاء مجرد صغار، مجرد سراق، مجرد عملاء، مجرد مجرمين، مجرد مخربين، وبالتالي ثار عليهم وطالب بوطنه. ولا تعنيه هاي قضية الشيعة وسنة وكردي وعربي، لذلك كانت عابرة، واحدة من مميزات ثورة تشرين أنها عابرة للطائفية. نعم. هم يريدون أن يعيدوا هذه الفكرة، فكرة الطائفية للمجتمع، فلذلك يتحدث عن أنها فتنة بين الشيعة ستؤدي إلى قتال الشيعة. لن تؤدي الشيعة، يعني العراقيين، الشيعة العراقيين هم جزء من الشعب العراقي يعاني، وواجهتهم هذه القوات والميليشيات بالرصاص والقتل والاعتقالات مثل ما واجهت السنة وواجهت أي الآخرين. يعني هذه حقيقة. الآن البعض منهم كان يعتقد أنه هؤلاء جاءوا من أجل المظلومية ومن أجل ما أعرف، هذا الكلام. نعم. الذي رددوه طوال 17 سنة، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أنه هذه كذبة كبيرة. واجهوهم بالرصاص عندما قامت ثورة تشرين، فيعتبر أنه يدفعون إلى الفوضى. ودائما ما يتحدثون، إذا نذكر أستاذ محمد وضيوفك الكرام وكل مشاهدين يذكرون، يقولون أنه هذه الثورات، هذه التظاهرات ستقودنا إلى، يعني ستعود بنا إلى المربع الأول. ودائما ما نتساءل، يعني ما هو شكل المربع الأول الذي يقولون أننا يعني سنعود إلى، هل هم انتقلوا إلى مربع آخر؟ إذا كان المربع الأول فيه فوضى سياسية وفوضى اقتصادية وفوضى مجتمعية، فما زلنا فيه، ما زالت الفوضى السياسية، ما زالت لدينا اليوم حتى مفوضية الانتخابات، هذه ما تسمى مفوضية الانتخابات، حدث عن 420 حزب وكيان يريد يشارك بالانتخابات القادمة. نعم. شعب هم يقولون تعداد نفوسه 40 مليون اللي يحق لهم المشاركة، ما أعرف 15-20 مليون واحد يحق لهم المشاركة بالانتخابات، 420 حزب، أكبر أحزاب بالعالم، أكثر أعداد بالأحزاب بالعالم. ما هذا؟ هذه فوضى، هذه مو ديمقراطية، هذا خراب دمار. فالفوضى موجودة، سياسية وأمنية، القتل والاعتقالات والتغييب موجود، والتهجير ما موجود، وما زالت في كل الأماكن.
إذا احنا لم نغادر المربع الأول منذ عام 2003 لحد الآن، فأي فوضى؟ وبعد هذه الفوضى السرقة والفساد وسرقة أكثر من تريليون، تبديد أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار من أموال العراقيين، هل نتحدث عن فساد نخاف منه؟ نعم، أو فوضى سياسية نخاف منها؟ نعم. هذه الحكومات العميلة التي حكمت العراق منذ 17 سنة والخراب الذي حكمت به وهذا الفكر الكسيح الطائفي، هل نخشى يعني يخشى الشعب العراقي من فوضى أكبر من هذه الفوضى؟ نعم دكتور. هذه محاولة لتخويف الناس لإرهابهم ليس أكثر. دكتور ثامر، نبقى في الاتهامات للثوار ولكن ننتقل إلى يعني شخصية أخرى مقتدى الصدر، ولكن دعوني أذهب مشاهدينا الكرام ضيوفنا إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، أجدد الترحيب بكم. نناقش في هذا الأسبوع من برنامج طاولة حوار الناصرية شعلة الثورة تشرين. دكتور ثامر، مقتدى الصدر يتهم الثوار ويدعو أنصاره بالوقوف مع من يسميهم القوى الأمنية، وذلك للقصاص من الثوار الذي يسميهم الجوكرية وأيضا يطلق عليهم العملاء خاصة في بغداد والناصرية. طالما كان ينذر الحكومة إذا لم تفعلوا كذا فسأقوم أنا بذلك، وبسرعة طبعا الحكومة تستجيب له، ما الذي يجعل الحكومة على هذا القدر من الخوار والضعف أمام تهديدات الصدر؟ وأيضا من منح هذا الرجل كل هذه الصلاحيات وهو حتى بدون أي منصب حكومي؟ تفضل دكتور. بداية أخي الكريم، هو حقيقة مقتدى الصدر لا يملك شخصيا منصب حكومي، نعم هذا حقيقة، ولكن مقتدى الصدر لديه وزراء يمثلونه في الحكومة، لديه مقاعد في البرلمان، لديه أعضاء حتى في المحكمة الاتحادية كقضاء. المشكلة في العراق في هذا الجانب في هذا الصدد أنه كل دول العالم أنه عندما ينتخب رئيس وزراء أو وزراء مباشرة هم يستقيلون عن انتماء لأحزابهم ويعتبرون مستقلين لأنهم باعتبار سيمثلون دولة، سيمثلون منهج وزاري، لكن في العراق هذه كلها لا توجد. في العراق الوزير الذي يرشحه حزب معين أو جهة معينة يصبح قرار هذا الوزير بالاستمرار أو الانسحاب أو لا يمثل هو قرار حكومي أو يمثل قرار شخصه هذا الوزير، ولكن هو يخضع لمن رشحه، لمن أتى به إلى السلطة، وبالتالي هو سيكون منفذ لما تريده، ما يريده الحزب أو ما تريده الجهة التي رشحته. هذه أولا. فمقتدى الصدر حقيقة هو ليس له منصب وزاري، ليس له منصب حكومي واضح، ولكن هو جميع الوزراء يمتثلون بأمره وينفذون ما يريدون. ولكن هذه الأمور التي تفضلت بها حضرتك هذه كلها تشير بوضوح إلى أن القانون في العراق غير موجود، وأن الحكومة هي إما أن تكون عاجزة عن مواجهة هذه الأحزاب ولا تستطيع أن ترد لها طلب أو توقف لها أمر، وإما أن يكون من يحكم العراق ليس الحكومة وإنما هي هذه الأحزاب وهذه الشخصيات المتسلطة على رقاب العراقيين هي من تحكم، وإلا كيف يصير استهداف المتظاهرين بشكل مباشر وبشكل علني وبشكل متكرر ومستمر وإلى يومنا هذا وعلى مدار سنة كاملة، أكثر من سنة لم يقدم أحد من الذين قتلوا المتظاهرين، عشرات الناشطين يقتلون يستهدفون يوميا
ولا أحد يطالب بحقوقهم، أو أنه يلقى القبض على المجرم الذي قتل أو استهدف هؤلاء المتظاهرين. ولكن بالمقابل نجد هناك تهديدات مباشرة، تحريض على قتل المتظاهرين والناشطين، ولا أحد يحاسب هؤلاء المحرضون، ولا أحد يحاسب أو يحاكم هؤلاء الذين يحرضون على الناشطين. المصيبة الأكبر من ذلك هو أن القوات الأمنية لا تبحث عن المجرم الحقيقي، وإنما تداهم بيوت الناشطين وتعتقلهم. وهذه مفارقة عجيبة لمن لا يعرف الوضع السائد في العراق، لأن حقيقة الوضع السائد في العراق وليس الحكومة تحكم، وإنما هناك دولة عصابة هي من تسير الأمور في العراق. ولذلك رأينا في الأيام الماضية هجوم العصابات وهجوم القوات الأمنية على المتظاهرين وقمعهم بشكل كبير جدا. بالضبط. وتم تفجير خلال الأيام الماضية ما أكثر من 20 بيت للناشطين في التظاهرات. والهدف هو واضح، هو إنهاء موجة الاحتجاج الجديدة التي خرجت من الناصرية. إلا أن الاحتجاجات سارت عكس ما يريدون، امتدت إلى محافظات أخرى، ظهرت في بابل، ظهرت في النجف، ظهرت في كربلاء، وهذه الأمور كلها تشير إلى أن الأوضاع في العراق لن تهدأ ما دامت الانتهاكات مستمرة، ما دامت الحقوق مسلوبة، ما دامت أنه البطالة بارتفاع وتزايد، ما دام الفساد مستشري في مؤسسات الدولة، فإذا المظاهرات ستستمر. وأن مطالب الشعب العراقي لا يمكن أن تهدأ إلا بتحقيقها. أستاذ حسين، متظاهرو العراق في مقدمتهم طبعا الناصرية، موضوع حلقة هذا الأسبوع، يعني يطالبون بإسقاط العملية السياسية بنظامها المحاصصي، ويريدون عراق خالي من التبعية للخارج، ويريدون أيضا إنهاء الفساد والكشف عن قتلة المتظاهرين. لماذا تجد قوى العملية السياسية في خطاب الثوار تهديد لوجودهم في الوقت الذي يدعون فيه أنهم جاءوا من أجل العراق والعراقيين، وبالتالي أنهم يسعون إلى الإصلاح والبناء؟ بواقع الحال أن الأحزاب والحكومة والميليشيات التي تقود الواقع السياسي الأمني في العراق حريصة على الإبقاء على مناصبها ومكتسباتها طيلة 17 عاما، وبالتالي أي معارضة لهذا التوجه وأي مطالب شاملة كلية بالتغيير في العراق ستكون محل اعتراض من هذه الفئات ومحل تنديد ومواجهة عسكرية مسلحة أمنية وقمعية بشكل مباشر. ما لم تنفع الأساليب الترغيبية فلا شك أن الأساليب الترهيبية موجودة تحت اليد، وهذا ما اتبعته الحكومة والأحزاب المسيطرة على المشهد الأمني وخصوصا في جنوب العراق. الكل يعرف طبعا أن المحافظات الجنوبية تجري التوزير والمناصب و المدراء العام توزع بالمحاصصة بين هذه الأحزاب. وبالتالي عملية أن المتظاهرين يسعون لإنهاء هذه التراكمات المستمرة منذ 17 عاما ليست عملية سهلة، لأن هذا الفعل الثوري سيؤدي إلى تغيير شامل، وهذا ما لا يريده لا الأحزاب المسيطرة ولا الجهات الدولية تدعمهم، وخصوصا إيران التي تسيطر فعليا على هذا المشهد السياسي والأمني في العراق. ولذلك لما كانت هذه الأهداف والمطالب شاملة لا ترضى بالحلول الجزئية والسطحية التي طرحتها حكومة عبد المهدي ثم مصطفى الكاظم بشكل أوسع، تمت مواجهة هذه الثورة ومطالبها والاحتجاجات بشكل قمعي يعتمد على أسلوب يمكن تسميته بالإرهاق الأمني، عملية القضم، توجيه ضربات واحدة تلو الأخرى إلى رؤوس الناشطين والمعاقل الحقيقية لهذه الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من عام. الشيء الفارق في هذه الثورة العراقية التي يمكن وصفها بأنها من أهم الثورات في المنطقة منذ أن اندلعت موجة الربيع العربي منذ العام 2011، احنا نتكلم عن 10 سنوات تقريبا. هذه بحد علمي ومتابعتي أطول ثورة في هذه المنطقة التي انطلقت في أكثر من 7 أو 8 بلدان عربية. الثورة الوحيدة التي حافظت على سلميتها بكل قوة رغم كل عمليات القتل والترهيب والاختطاف والتعذيب والاتهامات المختلفة من كل الاتجاهات الحزبية والسياسية بضمن الحكومة العراقية.
لذلك هذه السلمية التي اتسمت بها الثورة طيلة أكثر من عام واستعادة الزخم الثوري رغم كل الضربات ورغم كل المواجهات والقمع والاعتقال أثر بشكل كبير على توجهات هذه الأحزاب نحو إيقاف وامتصاص زخم الثورة، وبالتالي هم يسعون في الانتخابات القادمة إلى توزيع جديد للمحاصصة الحزبية وإشراك بعض الوجوه التي كانت سابقا في الثورة وتم إغراءها بمناصب أو التزوير بشكل مختلف عن العمليات التزوير التي جرت في الانتخابات الماضية. وكل الأهداف تنصب في إطار البقاء والإبقاء على نفس التشكيلة السياسية وبنفس آليات العملية السياسية القائمة على الفساد وإبقاء على كل المكتسبات الحزبية التي حصلوا عليها طيلة الفترة الماضية. طيب. دكتور رافع، يعني نبقى في حداث الناصرية الأخيرة، لكن هناك تصريح، طبعا التصاريح هي كثيرة، التصريحات كثيرة، ولكن يعني نأخذ بهاء العرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق، قال إن أحداث الناصرية الأخيرة يراد منها استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق، ويقول أيضا إن ما يجري في البلاد مخطط له من الخارج. ما هي قراءتكم لما جاء في هذا التصريح؟ هل تتفقون معه دكتور؟ واقع الحال أستاذ محمد أن هذا التصريح صحيح. بهاء العرجي بغض النظر عن القائل، لأنه بهاء العرجي كان جزء وما زال ربما جزء من هذه العملية السياسية الخربة هذه اللي أذت العراقيين ودمرت البلد، هو جزء من عدها، لكن أخرج منها وبعد ذلك بدأ يتحدث بهذه اللغة. عموما ما أشار إليه هو صحيح، لكن هل هذا يعني جاء الآن؟ هل حصل هذا الآن؟ هذا الموضوع مخطط له من البداية. إيران من البداية كانت تريد أن تطور هذه الميليشيات وصولا إلى تشكيل الحرس الثوري العراقي الذي يشابه وهو يعني نفس تجربة مستنسخ من الحرس الثوري الإيراني ويتبع له. هذا واقع الحال، هذه الرؤية الإيرانية. أنت لو عدنا إلى يعني بالاستناد إلى الإجابات الأخوة الأساتذة اللي تحدثوا ضيوفك، يعني لو عدنا إلى 17 سنة التي مضت وأنت يعني الآن توجه ضوء على كل الشخصيات التي جاءت للعراق وحكمت العراق من أحزاب وقوى، لن تجد يعني حقيقة واحد عليهم أن يخجلوا من هذا الموضوع، وأهل العراق عليهم أن يفكروا بهذا الموضوع. طوال 17 سنة لا نجد شخصية واحدة سواء سياسية أو اقتصادية أو أكاديمية أو علمية أو فنية أو كل الاتجاهات تستحق الاحترام وتستحق أن تكون لها شأن وكان لها شأن في تاريخ العراق أبدا. من جاءوا بهم يعني لا أعرف من أين تم انتقائهم هؤلاء ليأتوا بمشروع هم أنت تسميه مشروع احتلال، نحن نسميه مشروع احتلال ونسميه مشروع خراب، هم لا يهمهم. المهم هناك مكاسب عليهم بهذا المشروع أن يكسبوها، وهناك من يدعمهم للاستحواذ على هذه المكاسب، هناك من يدعمهم خارجيا بالسلاح والفكر والحماية والتجاهل والأدوات التي تحميهم، فبالتالي هم يعني مستمتعين بهذه القضية بهذا المشروع، ويجب أن يستمر هذا المشروع. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أنه حتى يبقى العراق ضعيفاً لابد من هذه الميليشيات التي هي مجموعة عصابات هي التي تسيطر وهي التي تدير العراق وتوجهه. لذلك تشكيل ما يسمى بالحشد الشعبي لم يأتي اعتباطاً، لم يأتي لأنه داعش دخلت الموصل ولأنها كذبة، هذه ربما توقيتها بهذا الشكل جاء، لكن واقع الحال هو التخطيط قديم، وكان هناك قرار في تشكيل هذه الميليشيات وهذا الحشد وصولا الى ايصاله الى اعلان الحرس الثوري. لذلك لو تذكر وصلنا الى مرحله ما بعد الموصل كان مثلا هادي العامري يخرج في خطابات يقول انه اكبر قوه الان، القوه الوحيده على الساحه وهي اكبر قوه في العراق هي الحشد الشعبي. كان يقصدها اكثر من الجيش واكثر من القوى الامنيه، وهي فعلا هكذا، هم أرادوا تسليحها غير شكل، تدريبها غير شكل، وضعيتهم غير شكل، أموالهم غير شكل، رواتبهم غير شكل، يريدون أن يصنعوا جيشاً آخر، جيش عقدي تابع لإيران، هو هذا المطلوب. لذلك هذا الجيش الموجود بعد 2014
هو مجموعة من ميليشيات ساند لهذه الميليشيات، هو لذلك لا نسميه جيشاً حقيقة، مجموعة تابعة لهذه الميليشيات. هو والمقصود كله في هذا الإطار أن يشكل هذا الحرس الثوري، وعند تشكيل هذا الحرس الثوري وثورة تشرين، وهذه حقيقة يجب أن نشير إليها، ثورة تشرين الشبابية أخرت إعلان هذا المشروع وربما يعني عوقته كثيراً، فلذلك اغتاظوا كثيرا وخامنئي تدخل قال هذه الثورة فتنة وعليكم أن تقمعوها، لأن هذا الشباب اللي خرج من نفس الحاضنة اللي يدعون أنهم جاءوا من أجل حمايتها وسيدفعون بالحرس الثوري لكي يقولوا أنه خرج من هذه المحافظات وخرج من أهلها، وإذا بهم يخرجون ضده وضد حكوماته، هذا اللي جعلهم الآن يتراجع هذا المشروع يعني قليلا، لكن المشروع باقي وهم يعني مصرين على أن يعمموا التجربة ويصنعوا حرسا ثوريا، يعلنوه حرسا ثوريا عراقيا مستنسخ من الحرس الثوري الإيراني. دكتور سعود، إليك في يعني كيف تنظر إلى المواقف الدولية، ولكن أنتقل إلى الدكتور ثامر. دكتور ثامر، إذا ما بحثنا الرؤية الغربية تجاه تظاهرات تشرين، يعني صحيفة أوويست الفرنسية أكدت أن سحق الناشطين المدنيين في العراق والقتلة لا يحاسبون، هل أن الرؤية الغربية مما يحصل في العراق ما زالت قاصرة على يعني إدراك العراق، على إدراك أن العراق محكوم بميليشيات وعصابات وألا سلطة يمكن أن يحاسبهما على أعمال القتل والنهب والسلب؟ تعتقد ذلك دكتور؟ حقيقة دكتور رافع قبل يعني قليل أشار إلى هذا الموضوع ودور الغرب في هذا الاتجاه، ولكن منذ احتلال العراق منذ عام 2003 العراق يمر بأزمات مستمرة وانتهاكات خطيرة وكبيرة جدا، يعني فاق حجمها كل التوقعات التي يمكن أن يتخيلها ليس العقلاء لا وإنما حتى المجرمين لا يتصورون مدى انحدار العراق ووصوله إلى معدلات إجرامية غير مسبوقة، ولا توجد محاسبة لهؤلاء المجرمين أبدا. المحاكمات والاعتقالات هي تستهدف الضعفاء، من ليس له قوة تحميه، من ليس له سلطة تحميه ولا حزب يلتجئ إليه. سياسة الإفلات من العقاب هي أبرز صفة تتميز بها الحكومات منذ احتلال العراق عام 2003 إلى يومنا هذا لكي يتستروا على العصابات الإجرامية. أما الدول الغربية رؤيتها في هذا الموضوع فبحسب رأي الرؤية الغربية والدول الغربية هي من ساندت هذه العصابات في المضي في إجرامها، وهي من حمت هذه العصابات في التمادي في غيها وظلمها، واعترافاتهم هذه فقط هي لكسب بعض المصالح الشخصية، لأنه لا توجد أي قرارات حقيقية توجه للمجرمين الحقيقيين الذين يقومون بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق. هناك مجازر وهناك مقابر الآن جماعية تكتشف، ما هو دور الغرب مع أنهم ساندوا هذه الحكومة مع أنهم دعموا هذا النظام السياسي، ولكن بالنتيجة لا توجد قرارات حقيقية أن الغرب ضد هذه الانتهاكات وضد هذه الجرائم التي تجري بحق الشعب العراقي. طيب أستاذ حسين، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يقول إن الفياض له دور كبير في إطلاق النار الجماعي والاحتجاز غير القانوني للمتظاهرين، كما أنه يعني مسؤول عن استخدام قناصة الميليشيات الذخيرة الحية وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما خلف كما تعرفون يعني أكثر من 1000 شهيد وأيضا ما يقارب من 30,000 جريح. كيف تنظرون إلى مستقبل الحشد ككيان عسكري مستقل عن الحكومة؟ الحقيقة ينبغي أن ننتبه إلى أن فالح الفياض وكثير من المسؤولين هم من خريجي مدرسة حزب الدعوة، والمدرسة هنا من باب الاصطلاح، وإنما هم عصابة حزب الدعوة. هذا ولدت لدينا أسوأ نماذج الحكم في تاريخ العراق الممتد على مئات السنين. فالح الفياض مشترك فعليا، هو رئيس الهيئة الحشد الشعبي، وهو كان عراب هذه الحكومة في التواصل مع كثير من الزعماء والطغاة في المنطقة، وواحد منهم بشار الأسد. هذا الرجل سليل أسرة القمع والطغيان إذا صح التعبير.
وهو كأمثال أبو فدك الحمداوي الذي أضيف معه إلى قائمة الإرهاب. فلذلك مسألة التطور وصيروت الحج الشعبي لأن يكون قوة مستقلة في المستقبل القريب واقعة وأمر ليس مستبعد إذا استمرت الظروف السياسية والأمنية داخل العراق على ما هي عليه. وإذا أضفنا لها أن الحكومات الغربية والمجتمع الدولي وبينها مجلس الأمن متواطئ أو متخاذل أو رفع يده عن العراق، فقد نرى أن الحج الشعبي خلال السنوات القادمة قد يكون هو القوة المهيمنة على المشهد الأمني والسياسي. لكن رغم كل تلك التصورات والتخطيط الذي تسعى إليه إيران والأحزاب الميليشياوية في العراق لتسييد الحج الشعبي على المشهد الأمني وربما السياسي إذا ما نجح في الانتخابات المقبلة، أقول رغم كل ذلك فإن الآمال معقودة على الشباب الثوري في العراق لوقف هذا المخطط، وهناك بوادر حقيقية في فضح هذا المشروع الميليشياوي. نرى الآن تكاتف عراقي وطني جيد في مسألة فضح المقابر الجماعية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة للحج الشعبي، نرى فضح للصفقات التي تدعم موارد الحج الشعبي، نرى أيضا فضح للمخططات مثل طريق السبايا التي تحدث عنه الإعلام خلال الشهر الماضي، المخططات الديموغرافية والتغيير في المنطقة والعراق التي يقودها الحج الشعبي الآن تمر في نفق ضيق، والأمل كل الأمل في أن يوقف هذه المخططات الرهيبة والخطيرة على مستقبل العراق والعراقيين. أستاذ حسين سعود إليك، ولكن أنتقل إلى الدكتور رافع. دكتور رافع، يعني بأقل من دقيقة ونصف، يعني كيف تنظرون إلى المواقف الدولية ومنها الأمريكية إزاء عودة المواجهات مع الثوار في الناصرية وصورة التنكيل بهم؟ الحقيقة أستاذ محمد، يعني أنا أفضل يعني لا نتكلم على هذا الموضوع، لأنه لأنه وجهة النظر الدولية والإقليمية فيما يجري في العراق منذ 17 سنة هي يعني وجهة نظر قاصرة ومؤيدة لما جرى في العراق، بل ومساهمة فيما جرى في العراق سواء أمريكيا سواء دوليا حتى الأمم المتحدة. كل هذه القوى ساهمت مساهمة كبيرة فيما يجري في العراق. يعني تحدثنا الآن عن غياب القانون، عن سيطرة الميليشيات والعصابات، هذا كله جزء كبير من عنده هي القوى الدولية والقوى الإقليمية التي ترى الوضع في العراق ولم تساهم في فعل معين لإسناد العراقيين، لإسناد قواه الفعلية، إسناد قواه الوطنية، إسناد القوى المناهضة للعملية السياسية وللاحتلال. لم تفعل هذا الحقيقة. فبالتالي هذه القوى مهما قالت، مثل ما قال الأستاذ حسين، يعني ربما يعني يتحدثون هنا وهنا أو يعني عن أو يعني عن النقد لما يجري في العراق أو كذا، وهذه يعني كذبة كبيرة الحقيقة. نعم دكتور. محاولة للترقيع ليس إلا، لكن واقع الحال هم مساهمين وهم جزء من هذه العملية، وهم من شيطن الشعب العراقي، وهم من مجد بهؤلاء ويستقبلونهم ويفتحوا لهم سفارات ويوقفون كل عمليات إدانتهم في العالم، وربما يحاسبون حتى المنظمات الإنسانية التي تدينهم ببيانات. هذا واقع الحال الحقيقة. ويبقى الشعب العراقي هو الأساس في تغيير الحال وفي قول الكلمة الفصل في هذا الموضوع. نعم. أنا أشكرك الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. دكتور ثامر، بأقل من دقيقة، هل تعتقد أن الثوار قادرون على التغيير في مقابل عنف السلطات والميليشيات والأحزاب بأقل من دقيقة لو سمحتم؟ لا شك أنه الثوار أثبتوا على مدار أكثر من سنة أنهم قادرون أولا على الاستمرار في المظاهرات السلمية والمطالبة بحقوق الشعب العراقي. استطاعوا أن يسقطوا أو يقيلوا حكومة عادل عبد المهدي، وباستطاعتهم أن يصلوا إلى أكثر من ذلك، إلى إسقاط النظام السياسي القائم في العراق. وإن لم تكن في هذه المرحلة، ولكنها إن لم ينجحوا في هذه المرحلة فإنها ستكون لبنة وأساس لمظاهرات قادمة ربما تعم محافظات العراق جميعا.
الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا. أستاذ حسين، ما مدى قدرة الثوار على تحقيق أهدافهم بأقل من دقيقة لو سمحتم؟ المشاهدة في الفترة الماضية أن هناك تنسيق احتجاجي واسع النطاق، عملية التنسيق بين ساحات الاحتجاج وبين قيادات الثورة في الداخل والهيئات التنسيقية إن صح التعبير جارية على قدم وساق. هناك تواصل ممتاز بين هذه القيادات رغم اعتقال كثير من القيادات وقتل بعضها. الآمال كما قلت سابقا معقودة على كثير من الناشطين في أن يعيدوا لحمة الوطنية التي عرف بها الشعب العراقي ومواجهة الإعلام الميليشياوي والمرتبطين به. ولذلك أقول بكل صراحة أن الصمود الثوري على الساحات كفيل بوقف هذه المخططات، ولكن نحتاج إلى كثير من النضج والوعي ومشاركة هذه طرق المواجهة مع كل الساحات وكل المظاهر الاحتجاجية في العراق. الأستاذ حسين دلي الصحفي والإعلامي العراقي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.